في كل بيت فيه مدخل أو مساحة فيها كونسول، بما أنه هو أول شيء نشوفه إحنا وضيوفنا، فلازم يكون مرتب. علشان أغطي المساحة الخالية تحت الكونسول، حطيت هالسجادة مع الستول والتفاح، بما أنه في الدخلة والطلعة الضيوف اليهال يمرون، حبيت أحطه كسناك صحي. ما في أي قوانين لتنظيم أو تزيين الكونسول. استخدام تريس يربط لي بين الاكسسوارات بشكل مرتب. اخترت الأحمر عشان يربط بين السجادة والتفاح، وحطيتها فوق على البازة بشي بسيط يكون لي رابط بين المساحة كلها. الخلط بين أكثر من مادة أو عنصر، مثل خشب ونحاس وماربل أو النحاس بألوانه أو الألوان بشكل عام، لازم أحط في بالي أنه يكون بينهم كلهم يونيتي وحدة. والنباتات بالمدخل شيء ضروري يعطي حياة وروح للمكان كله.